السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى جولة صحافة لهذا اليوم. كالعادة اخترنا لكم مجموعة من التقارير والاخبار من الصحافة الاجنبية العربية والعبرية، ووقفة مع بعض المواقع الاخبارية الالكترونية. البداية مع العناوين من الصحافة الاجنبية. الجارديان البريطانية: انقلاب ام لا، ناشطون تونسيون يتصارعون مع انتزاع الرئيس للسلطة. الخبر الثاني أو التقرير الثاني من الاندبندد: مئات المتطوعين يساعدون طواقم العمل في التصدي لحرائق الغابات في تركيا. من موقع ميديليست مونيتور، في موقع ميديليست مونيتور: عبوات ناسفة تستهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. ومن موقع ميديليست أي: مجلس الشيوخ الأمريكي أو أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يحذرون من تنامي حالة عدم الاستقرار في تونس مع استمرار الأزمة السياسية. من الصحافة العربية اخترنا لكم من القدس العربي: لبنان يدين الانتهاك، إسرائيل تخرق قواعد الاشتباك، وطيران الحربي ينفذ غارتين للمرة الأولى منذ حرب تموز. من الشرق الأوسط اخترنا لكم إطلالة على الرئيس الجديد في إيران: رئيس يؤدي القسم ويرسل إشارات متناقضة. ومن اللواء اللبنانية: مؤتمر المانحين يتعهد ب 370 مليون دولار للشعب اللبناني. من معارف الإسرائيلية: سفير إسرائيلي يتهم حكومته بالعجز في الدعاية ضد الإسرائيليين. كذلك وكالعادة ستكون لنا وقفة مع كاتب ومقال. مقال اليوم سيكون: الاندماج في المجتمعات الأوروبية ومعضلة اللغة، حلول مقترحة للكاتب ماهر حجازي. ونختتم جولة الصحافة كالعادة مع وقفة مع المواقع الإخبارية الإلكترونية. الجزيرة نت: صورة حدث الغنوشي وقيس سعيد. موقع الخليج الجديد كذلك العربي، موقع عربي 21 قيس سعيد يغزو كل المواقع. ورئيسي الرئيس الإيراني الجديد في موقع بي بي سي عربي. على كل ستكون لنا إطلالة على هذه المواقع والأخبار الموجودة فيها. البداية مع الصحافة الأجنبية، يرافقنا في التعليق عليها زميل الصحفي أستاذنا العزيز أستاذ محمد فتوح. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك عزيزي، أهلا وسهلا. دعني أحيي لون القميص الجميل هذا، يعني في جرعة فرحة. على كل البداية، على البداية مع الجارديان البريطانية: انقلاب أم لا، ناشطون تونسيون يتصارعون مع انتزاع الرئيس للسلطة. لماذا لم يحسم الجدل بعد في تونس؟ هل هو انقلاب أو لا، وماذا حدث؟ ثم إذا كان في التقرير هناك إشارات، هو انقلاب أم لا؟ نعم، في الواقع أن التقرير يشير إلى التجاذب بين النشطاء في تونس، وأن كان يشير إلى أن الغالبية لا ترى فيما حدث انقلابا، بل إن البعض يرى كما تنقل الصحيفة أن الخارج يسمون ما حدث انقلابا، لكن استطلاعات الرأي في الشارع تشير إلى أن الغالبية كبيرة تؤيد إجراءات الرئيس. حتى كما يقول التقرير، حتى حزب النهضة الذي سارع لتسمية ما جرى انقلابا يبدو أنه يلين موقفه تجاه العلاقة مع الرئيس، ويدعو إلى الحوار لانتهاء من الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وينقل عن النشطاء بأنه هناك يعني التواصل الاجتماعي والصفحات الانترنت وصفحات فيسبوك يبدو أنها تؤيد ما أقدم عليه الرئيس، وإن كانت تشير إلى منظمات المجتمع المدني واتحاد الشغل وغيره من المنظمات إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة والانتهاء أو العودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع وقت، دون أن يعني يجري الحديث عن انقلاب أو غير ذلك. تشير الصحيفة أيضا إلى أنه نقاشات على التلفزيون وبعض وسائل الإعلام عما إذا كان جرى انقلابا أو لم يكن انقلابا، وهي تقول وتنقل عن أحد الصحفيين أنه لو كان انقلابا لما تم يعني أو جرى هذا النقاش عبر وسائل الإعلام التونسية. لكن في نفس الوقت هناك إشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في حق بعض وسائل الإعلام مثل إغلاق مكتب الجزيرة وغيرها طبعا، وهناك سحب كاميرات وتراخيص عمل بعض الصحفيين الآخرين، وبالتالي هناك إشارة إلى الإجراءات التي
تحذر من الانحدار او يعني الوصول الى مرحله الاستبداد او السيطره من الاستحواذ على السلطه من جانب الرئيس الى اجواء تشبه الانقلابات التي حدثت في بعض البلدان الاخرى. نذهب إلى الاندماندد أستاذ محمد وحرائق تركيا، ويبدو ليس في تركيا فقط، الحرائق بدأت تنتشر في عدة دول أوروبية ولكن في تركيا مئات المتطوعين يساعدون طواقم العمل في التصدي لحدائق أو لحرائق الغابات في تركيا. إلينا وصلت جهود إطفاء هذه الحرائق ومدى مساهمة المتطوعين؟ نعم، يعني الحرائق كما نعلم عشرات الحرائق اندلعت في عدة مواقع خصوصا قرب المنتجعات السياحية في جنوب غرب وغرب تركيا في قرب أنطاليا ومقلة ومناطق أخرى، وفي وقت تشهد في تركيا عودة السياحة بالتدريج إلى هذه الأماكن المرغوبة عادة من قبل السياح، وبالتالي هذه الحرائق سلطت الأضواء أو بالأحرى غطت على موضوع السياحة وربما جعلت هناك مخاوف لدى السائحين الذين أجلي أو تم إجلاء العديد من المناطق قرب مواقع الحرائق في هذه المناطق، حرائق غابات، وصف الرئيس أردوغان بأنها ربما الأسوأ في تاريخ تركيا، وبالتالي هناك حديث عن متطوعين يساعدون في إطفاء الحريق، وهناك أيضا مساعدات من دول خارجية مثل إرسال طائرات من دول أوروبية للمساعدة في إخماد النيران. تم الإعلان سابقا عن إخماد غالبية الحرائق، لكن لاحقا قيل أن هناك حرائق شديدة اندلعت وتوفيت جراء هذه الحوادث أو هذه الحرائق 8 أشخاص على الأقل، وأجلي المئات من قراهم ومناطقهم. طبعا هناك انتقادات من جانب البلديات وهي لحزب المعارضة حزب الشعب للحكومة، انتقادات للحكومة التركية بأن طائرات الإطفاء الحرائق لم تتم صيانتها، وبالتالي تأخرت حتى وصلت طائرات من الخارج، لكن المتطوعون وبينهم ممثلون قالوا بأنه ليس هذا الوقت لتوجيه الانتقادات، وإنما الآن الضرورة هي للعمل على المساعدة في إخماد الحرائق ثم المحاسبة تأتي لاحقا. نذهب إلى موقع ميدل إيست مونيتور أستاذ محمد وإلى العراق تحديدا، يحملنا الموقع عبوات الناسي، فتستهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق إذا هجمات في توقيت له دلالات، من الفاعل المتوقع لهذه الهجمات وما الهدف منها أستاذ محمد؟ نعم، بالنسبة للفاعل في الواقع كانت هناك ميليشيات مقربة من إيران أعلنت سابقا أنها ستستمر في هجماتها ضد القوات الأجنبية والقوات الأمريكية وغيرها حتى الانسحاب الكامل. كان هناك اتفاق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة بإنهاء العمليات القتالية، لكن تبقى هناك بضعة آلاف من أو 2500 جندي تقريبا أمريكي سيبقون في العراق لأغراض التدريب وتوفير الدعم لبعض القطاعات العراقية وغير ذلك على أن تبقى داخل القواعد العراقية، لكن الميليشيات المؤيدة لإيران ترفض هذا الاتفاق وتقول أنها ستستمر في هجماتها حتى إعلان الانسحاب الكامل، وبالتالي الهجمات التي جاءت في مناطق مثل بابل وذي قار والديوانية وغيرها في هجمات انفجارات متزامنة لقوات يعني استهدفت مواكب لقوات تقود الولايات المتحدة فيه إشارة إلى احتمال استمرار الهجمات، رغم أن هذه الهجمات لم توقع إصابات، ولكن يبدو أنها بمثابة إنذار أو تأكيد على استمرار الهجمات. نعلم أنه القوات الأمريكية أو قواعد تستضيف القوات الأمريكية تعرضت لهجمات عديدة في بطائرات مسيرة وغيرها، ويبدو أنه الآن هناك محاولة ل يعني الضغط على هذه القوات لمنع تواجدها خارج هذه القواعد في الفترة الأولى على الأقل، بانتظار يعني انتهاء من التواجد الأمريكي بحسب ما يطالب حلفاء إيران في العراق. نذهب إلى موقع ميدل إيست آي وعودة إلى تونس، ولكن هذه المرة من زاوية أمريكية أو من مجلس الشيوخ الأمريكي، تحديدا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يحذرون من تنامي حالة عدم الاستقرار في تونس مع استمرار الأزمة
السياسية، يعني هل ممكن أن تغير الإدارة الأمريكية موقفها وتذهب إلى الأمام مع هذا الموقف في مجلس الشيوخ؟ وماذا يعكس هذا القلق أستاذ محمد؟ نعم، يعني هناك نوع من القلق أو الضغط من جانب الكونغرس على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حزما بشأن ما حصل في ليبيا في تونس عفوا، ولكن هناك ربما حذر في استخدام مصطلح انقلاب. حتى أعضاء الكونغرس الذين كان لهم موقف ضد هذه الإجراءات أو ضد ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد حذرون في اتخاذ أوصاف مثل الانقلاب. حتى كان هناك تعليقات من جانب أعضاء في الكونغرس بأنه الإدارة الأمريكية لن تستطيع أن تستخدم هذه مصطلح انقلاب بسبب عمد، يعني لأن هذا بحاجة توفر معطيات قانونية وشروط قانونية، ويبدو أن المحامي الخارجية الأمريكية لم يتوصل إلى هذه المعطيات. وبالتالي هناك تعبيرات من جانب وزير الخارجية بلينكين وغيره من المسؤولين الأمريكيين بأنه على الرئيس العودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع وقت وإلغاء تجميد البرلمان والعودة ل يعني الدستور الطبيعي بشكل أو الإجراء الدستوري بشكل طبيعي بأسرع وقت ممكن دون المطالبة بالعودة الفورية إلى الإجراء عن هذه الإجراءات ودون الوصول إلى حد التلويح بالضغط على تونس أو تجميد المساعدات أو ما إلى ذلك. هناك مطالبات في هذا الصدد، ولكن حتى أعضاء الكونغرس يبدو أنهم أيضا حذرون بالرغم من مطالبتهم بمواقف أكثر حزما تفي بالوعود التي كان أطلقها بايدن خلال الحملات الانتخابية بدعم الديمقراطية. وهناك أيضا في ذات السياق مطالبات ب الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في مصر على سبيل المثال. وبالتالي هناك نوع من الضغط في الكونغرس لإعطاء مسألة حقوق الإنسان أهمية في مصر وشمال أفريقيا وتونس وغيره وغيرها من المناطق، ولكن هناك يبدو تفهم لموقف الإدارة بشأن حساسية الإقدام على أي موقف أو أي اتجاه، وأن هناك دائما حاجة للإبقاء على الاتصالات والضغط التقصير فترة الإجراءات الاستثنائية إلى أدنى فترة ممكنة دون الوصول إلى حد المطالبة بالعودة الفورية عن هذه الإجراءات أو وصف ما جرى بالانقلاب. طبعا كان هناك بعض المواقف مثل إلهان عمر التي طالبت بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية أو الانقلاب كما يسميه بعض الأطراف بالعودة بقطع المساعدات عن تونس، ولكن يبدو أن هناك حذر في هذه المسائل على الأقل في هذه الفترة، في ظل كما ذكر عن نوع من التأييد، أو هناك يعني حراك مؤيد أو توجهات مؤيدة داخل تونس لمثل هذه الإجراءات. أشكرك زميلنا الصحفي الأستاذ محمد فتوح، رافقتنا في التعليق على الصحافة الأجنبية. نذهب مع وقفة للأخبار الدولية. في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ: مودي لم يدفع أي ثمن لفرض السيطرة الهندية على كشمير. بنوك السلطة تؤخر دخول المنحة القطرية إلى غزة. هذه قصة الطفل الذي ركل ساق صدام حسين. نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا للصحفية أنشال فوهرا قالت فيه إنه بعد عامين من إلغاء البرلمان الهندي الوضع الخاص لكشمير كمنطقة حكم ذاتي محدود، يبدو أن حكومة مودي نجحت في إخضاع المنطقة لسلطتها المباشرة. وقالت فوهرا إنه عندما اتخذت الهند خطوتها لأول مرة فاجأت العالم وأدت إلى مخاوف من تصاعد العنف ونشوب صراع مفتوح مع باكستان، لكن شيئا من ذلك لم يقع وحتى الإدانة الدولية كانت محدودة. وعندما زار وزير الخارجية الأمريكي الهند مؤخرا لم تكن كشمير قضية رئيسية. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن آخر تطورات دخول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة المحاصر والمخصصة للعائلات الفقيرة،
ونقلا عن مصادر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أفاد موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت بأن النظام المصرفي والنقدي الفلسطيني التابع للسلطة يعارض خطة تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة بسبب المخاوف من إمكانية تعريضها لدعاوى قضائية تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب جراء تنفيذ التحويلات. نشرت صحيفة الميرور البريطانية قصة طفل بريطاني كان من بين الرهائن الغربيين الذين احتجزهم النظام العراقي السابق بعد غزو الكويت عام 1990، وأشارت إلى أن صدام احتجز أكثر من 600 شخص أجنبي بينهم 260 بريطانيا لمدة 4 أشهر في فنادق فاخرة. وذكرت قصة الطفل البريطاني ستيوارت لوكوود البالغ من العمر 5 سنوات آنذاك، والذي سأله صدام إذا ما كان تناول إفطاره، وزعمت الصحيفة أن الطفل ركل صدام على رجله، ما دفع الرئيس بزعم الصحيفة إلى السؤال عن والديه، لكن أحدا لم يجب. إلى كاتب ومقال، مقال اليوم ذو طابع ثقافي اجتماعي، الاندماج في المجتمعات الأوروبية ومعضلة اللغة حلول مقترع، هذا هو عنوان المقال لكاتب الأستاذ ماهر حجازي. معنا الأستاذ ماهر عبر سكايب لنعرف معه ما هذه المعضلة وكيف يمكن أن تكون عملية الاندماج سلسة ويسيرة. أهلا بك أستاذ ماهر. حياك الله. أهلا فيك. إذن أولا، ما هو المقصود عمليا في المستوى الاجتماعي والثقافي الاندماج في المجتمعات الأوروبية؟ نعم، بداية تحية لك والأستاذ المشاهدين. يعني الاندماج في المجتمع الأوروبي هو يعني في الدرجة الأولى تعلم أو دراسة اللغة التي يتحدث بها المجتمع الأوروبي المحلي الذي نعيش به، بعيدا عن اللغة الإنجليزية الذي يعني تتحدث به كل يعني الدول أو يعني الشعوب هنا في القارة الأوروبية، ولكن هناك موضوع اللغة الأوروبية المحلية، وهو شيء مهم يعني في التواصل مع المجتمع الأوروبي حتى ينجح موضوع الاندماج. يعني نستطيع أن نتواصل مع المجتمع الأوروبي الذي نعيش به من خلال هذه اللغة، وبالتالي اللغة تعتبر شيء أساسي ورئيسي في التواصل والتفاهم مع الشعب الأوروبي أو يعني في المحيط أو في المجتمع المحلي الذي نعيش به. يعني عنوان المقال كان هو حول اللغة. هناك أكثر من يعني من تحديات تواجه اللاجئين الجدد القادمين للقارة الأوروبية، من أهم هذه التحديات من وجهة نظري هي موضوع اللغة التي هي يعني تعتبر أداة للتواصل المباشر والاحتكاك مع المجتمع الأوروبي، وهي أيضا يعني القانون يعني القوانين الأوروبية في المعمول بها في هذه الدول فيما يتعلق بموضوع اللغة مهم جدا للحصول على الجنسية الأوروبية. أن يكون هناك مثلا على سبيل المثال عندنا في هولندا يجب أن يكون هناك يعني أن ينجح اللاجئ في امتحانات الاندماج أو امتحانات اللغة حتى يتمكن، وهو شرط رئيسي أن ينجح أو أن يحصل على إعفاء من الدولة، شرط رئيسي حتى للحصول على الجنسية، وبالتالي يعني الاندماج في المجتمع تصبح جزء من هذا المجتمع. فس يعني احد العوامل الرئيسيه هو ان تحصل. طيب استاذ ماهر، بعد اذنك، لانه الحديث عن الاندماج ثقافيا واجتماعيا حديث خطير، لانه تعرف الدول الاوروبيه وانت ادرى ومقيم في اوروبا، الاندماج هذا يعني قبول بقوانين هذا البلد، القبول بعادات وتقاليد هذا البلد، ليس فقط اللغه، انت تحدث لغه، اللغه كجسر وكحامل، لكن اللغه ايضا هي حامل ثقافي، حامل حضاري. يعني عندما تدرس اللغة، لغة أي بلد، يعني بلجيكا مثلا أو سويسرا الفلامون ولا اللغة الهولندية أو اللغة الألمانية، فأنت مطالب أن تتبنى قيم هذه اللغة. بالنسبة للمهاجر عربي مسلم سيتبنى مثلا لو راح إلى السويد مثلا أحد الدول الاسكندنافية، هل هو مطالب أن يتبنى قيم التي تحملها اللغة، تبني المثلية مثلا وحرية حريات الجنسية إلى آخره؟ هذا مسألة خطيرة أستاذ. لا يعني لا يعني هنا في المجتمعات الأوروبية وتحديدا بحكم التجربة هنا في هولندا، يعني القانون لا يفرض عليك يعني أن تكون مثلا أن توافق على المثلية، ولكن القانون هنا أو الحرية الشخصية هذه تعتبر حرية شخصية، لا يمكن لا يحق لك أن تنتقد أو أن يعني أن تمارس العنصرية باتجاه مثلا المثليين جنسيا، ولكن أنت يعني هنا القانون في هولندا يسمح لك أن تمارس شعائرك الدينية، أن تحافظ على أخلاقياتك على عاداتك الإسلامية،
هنا لدينا العديد من المساجد، يعني عاداتنا الإسلامية يعني نحافظ عليها. هنا يحق لك الحرية الشخصية، ولكن أيضا لا يحق لك أن تنتقد غيرك، وهنا هي الحرية الشخصية. وكذلك أنت كمسلم هنا لا يعني غير مقبول لأحد شخص آخر وفق القانون أن يمارس العنصرية ضدك أنت يعني كمسلم. وبالتالي موضوع اللغة هو موضوع مهم جدا للاندماج، التواصل مع المجتمع. كيف نستطيع أن نبني علاقات جيدة مع المجتمع الذي نعيش فيه؟ كيف نستطيع أن نكون يعني مندمجين بشكل جيد، بحيث نحافظ على البيئة التي قدمنا بها، نحافظ على الدين الإسلامي، نحافظ على شخصيتنا، نحافظ على موروثنا الحضاري والثقافي كجاليات مسلمة هنا في القارة الأوروبية، نتواصل لننقل رسالتنا، فبالتالي نستطيع أن نتواصل مع هذه الشعوب من خلال هذه اللغة التي تعتبر ركيزة أساسية في الاندماج في طيب هذه المجتمعات. نتواصل مع هذه الشعوب أستاذ مه، حتى للتواصل مع هذه الشعوب، ألا ترى بأن دائما أتحدث من خلفية اجتماعية وثقافية، المهاجر أو الذي سيقيم في هذا البلد هو في مرحلة معينة سيتحول جزء من الشعب، يعني لست أدري، مواطن سوري ذهب إلى ألمانيا سيتحول بعد 4-15 سنوات إلى مواطن ألماني، لم يعد مواطن سوري. يعني بالنسبة له التقاليد السورية مثلا في الأكل في الملبس في كذا هي ستصبح جزء من حالة ثقافية داخل هذا المجتمع، ولكنه سيبقى مواطن ألماني. يعني على أي اندماج نتحدث، عن اندماج السوري في ألمانيا، أم هذا الألماني سيحافظ على الجزء البسيط موجود في ثقافه في إرثه؟ نحن نتحدث عن الاندماج الصحيح والسليم في المجتمعات الأوروبية. اليوم لدينا الكثير من النماذج، يعني من السوريين، من الفلسطينيين، من جميع الجنسيات العربية التي خدمت إلى القارة الأوروبية. هناك من فعلا يعني أصبحت هذه الثقافة العربية في المأكل في الملبس تكون حاضرة أيضا، ويعني تلقى إعجاب من قبل المجتمع الأوروبي الذي نعيش به. الكثير منا يحاول يعني اليوم مثلا على سبيل بعد إذنك يعني في دراسة للمشهد العام في الحياة اليومية في أوروبا، ما تتحدث عنه من مأكل وملبس هي حالة استهلاكية، يعني لا يعني تفتح مطعم للكبة ولا الكفتة ومش عارف إيش، يعني ما أنت اندمجت، أنت هذه حالة استهلاكية في إطار نظام استهلاكي كامل داخل المجتمعات الأوروبية، كما يقبل العربي يقلب التايلاندي ولا الأرجنتيني عادي جدا. ولكن نتحدث عن الثقافة، عن هل أنت الآن ستكون مواطن هولندي من أصول فلسطينية أم أنت فلسطيني مقيم في هولندا؟ لا انا الان لا احمل الجنسيه، انا لازلت لا 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 انا اتحدث معنا كمثال ليس في نعم. في شخصك المحترم. نعم لا انا عندما احافظ يعني عندما احصل على الجنسيه الهولنديه انا ساكون مواطن فلسطيني يحمل الجنسيه الهولنديه ويقيم في هولندا ويستطيع من خلال هذه الجنسيه. انت مواطن فلسطيني تقيم في هولندا ولست مواطن هولندي من اصول فلسطينيه؟ لا انا ساكون يعني انا مواطن فلسطيني واحمل الجنسيه الهولنديه. بالاساس هي جنسيتي فلسطينيه، وساستفيد من هذه الجنسيه فيما يخدم القضيه الفلسطينيه، واستطيع قادر يعني للاسف انا عندما كنت في دول عربيه لا استطيع السفر الى اي دوله أن أكون سفيرا للقضيه الفلسطينيه. اليوم عندما احصل على الجنسيه الهولنديه استطيع ان اسافر بكل حريه الى مختلف دول العالم، وان اكون سفيرا للقضيه الفلسطينيه وسفيرا لشعبنا الفلسطيني. فستفتح أمامي العديد من المجالات لحتى أن أكون سفيرا حقيقيا وأنقل فعلا يعني رسالة شعبنا الفلسطيني. وبالتالي اليوم نحن عندما نتحدث، أنا تحدثت يعني في هذا المقال عن موضوع اللغة بشكل أساسي لأنها وسيلة التواصل. اليوم الكثير من يعني اليوم أنا أكتب في الصحافة الهولندية وأنقل يعني أنقل اليوم ثقافتنا الإسلامية والعربية إلى البلدة أو المقاطعة التي أقيم فيها هنا في هولندا، أنقل الثقافة الإسلامية والثقافة العربية، وأعرف المجتمع الهولندي المحلي الذي أسكن به بعاداتنا الإسلامية. يعني مقالي الأخير كان عبارة عن تغطية لعيد الأضحى المبارك، وأيضا تغطية لصلاة العيد والتعريف بعاداتنا الإسلامية في هذه المناسبات، وكيف نستطيع فعلا اليوم الكثير من العائلات الفلسطينية والسورية والعربية في المقاطعة في مثل هذه المناسبات الاجتماعية الإسلامية موضوع صناعة الحلويات، وأيضا يعني أنه تقديمها للجار الهولندي. وبالتالي يعني عندما نتواصل مع الجيران ونبني علاقات جيدة في المجتمع المحلي نستطيع أن ننقل صورة حقيقية ونخدم رسالة يعني رسالتنا اليوم على مستوى الفلسطيني، نستطيع أن نخدم رسالة شعبنا الفلسطيني عندما نبني
ثقة مع هذه المجتمعات التي نعيش بها، ونرى فعلا أن هذا هو الإنسان الفلسطيني الذي يعني إنسان يعني يحب الحياة، إنسان لديه علاقات طيبة مع المجتمع الذي يعيش به، وبالتالي هذا يعكس حقيقة ويغير النظرة لدى هذا المجتمع المحلي، النظرة التي يعكسها أستاذ ماهر. أنا دعني أتوقف معك في نقطة مهمة جدا، وأنت قلت نبني ثقة، هو بناء ثقة مهم جدا، اللغة أحد عوامل بناء الثقة بين الوافد الجديد لهذه المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الأصيلة. أشكرك أستاذ ماهر حجازي، الاندماج في المجتمعات الأوروبية ومعضلة اللغة، حلول مقترحة. الشكر مجددا لك أستاذ ماهر. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لاستكمال جولة الصحافة. نعود مشاهدينا الكرام لاستكمال جولة الصحافة مع الصحافة العربية والعبرية. يرافقنا في التعليق على التقارير والأخبار الزميل الصحفي أستاذ خليل مبروك. أستاذ خليل أهلا بك. أهلا وسهلا بك، تحياتي. أهلا أستاذ محمد. البداية مع القدس العربي ولبنان. القدس العربي تغطي منذ مدة التطورات في لبنان. لبنان يدين الانتهاك، إسرائيل تخرق قواعد الاشتباك، وطيرانها الحربي ينفذ غارتين للمرة الأولى منذ حرب تموز، وفي الساعات الأخيرة هناك تطورات كبيرة جدا في جنوب لبنان. نبقى مع هذا التقرير الذي وهذه الأحداث تزامنت مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. نعم، هناك اهتمام كبير بتسليط الضوء على ما جرى خلال هذه الساعات الأخيرة في جنوب لبنان. الحديث يجري عن غارتين على منطقة الدمشقية قرب بلدة المحمودية في جنوب لبنان. الاحتلال يتحدث بأن الغارات استهدفت المناطق التي أطلقت منها الصواريخ قبل يومين على شمال دولة الاحتلال، وسقط أحد هذه الصواريخ كما نعلم في منطقة مستوطنة كريات شمونة وأدى إلى اندلاع بعض الحرائق. الاحتلال نفسه لا يتحدث عن أن هذا الخرق هو الأول منذ عام 2006، هو يقول أنه وجه ضربات من خلال الطيران في العام 2014 إلى مناطق في داخل لبنان محاذية لسوريا. الرئيس ميشيل عون أيضا يقول أن هناك نوايا إسرائيلية واضحة من خلال هذه الغارات لتصعيد العداء باتجاه لبنان، وبالتالي هذا يفسر الحرص اللبناني على تقديم شكوى لدى مجلس الأمن رغم التجربة الطويلة من قبل بيروت في التعامل مع القضايا الدولية. تدخلت قوات اليونيفيل، القوات الدولية العامة عمل في لبنان منذ العام 1978، وهي اعتبرت هذا خرق كبير جدا، قامت بجمع مجموعة من ضباط الجيش اللبناني بمجموعة من ضباط جيش الاحتلال، وأصدرت بعد ذلك بيانا قالت فيها أنها تتطلع إلى تكثيف التنسيق بين الطرفين لاحتواء الموقف وعدم تصعيده. داخل دولة الاحتلال وزارة الخارجية تتحدث عن أن تحمل لبنان طبعا بشكل أساسي المسؤولية، وهي تعتبر أن الصواريخ التي أطلقت على الشمال من دولة الاحتلال هي جزء من محاولة لتصدير الأزمة الاجتماعية والسياسية الحاصلة في لبنان منذ استقالة الوزارة بعد انفجار مرفأ بيروت. كما أسلفتهم يقولون أن لبنان يعيش حالة استعصاء سياسي، ليس لديهم قدرة على تشكيل حكومة جديدة، وليس لديهم قدرة على الوصول إلى نتائج فيما يتعلق بالانفجار بعد مرور عام كامل على هذا الانفجار، وبالتالي الإسرائيليون يحاولون الآن تمرير دعاية تقول بأن لبنان يحاول تصدير أزمته الداخلية هذه عبر تصعيد اللهجة مع دولة الاحتلال والسماح ربما لبعض المنظمات أو الجهات بإطلاق قذائف باتجاهها. ولذلك وهذا ما ترى إسرائيل أنه سبب كافي موجب لكي ترد عليه برد أعنف من الردود السابقة. الكل يعرف أن الردود السابقة كانت سابقا تتمثل في قصف مدفعي في الغالب باتجاه مواقع إطلاق النيران، الآن إسرائيل فعلا كسرت هذا الحاجز. لم يتطرق التقرير إلى دور وجود حكومة إسرائيلية جديدة للمرة الأولى منذ العام 2006 بعد الحرب الأخيرة في تموز على لبنان، لم يتطرق لهذا الموضوع، لكن أنا أعتقد أن هذا جزء من نظرية الردع التي يحاول بنت لابيد فرضها تجاه المحيط الإقليمي حاليا. الكل وانت تتحدث المحيط الإقليمي، واضح أنه ما يقع الآن في جنوب لبنان هو جزء من وضع إقليمي معقد في الخليج العربي إلى العراق سوريا وأيضا البحر الأحمر. نذهب إلى الشرق الأوسط. الرئيس الإيراني الجديد رئيسي يؤدي القسم ويرسل إشارات متناقضة. يعني هو التركيز في موضوع التناقض الذي أشارت إليه الصحيفة هو عن حديث إبراهيم رئيسي عن أنه يمد يد للصداقة والأخوة تجاه دول الإقليم وخاصة الدول الجارة منها، هو تحدث بهذا النفس الانفتاحي، وفي ذات الوقت تحدث عن الاستمرار في دعم البند الثاني للثورة الإيرانية، هذا البند الذي سماه مرشد الثورة في إيران علي خامنئي بند تصدير الثورة. بالتالي الصحيفة ترى أن هناك تناقض كبير، كيف يمكن أن تمد يد الصداقة والعون إلى دول أنت تحاول تصدير الثورة إليها من خلال التدخل الداخلي فيها. الصحيفة سردت كثير من الرسائل التي قدمها الرئيس الإيراني الجديد، ربما ركزت على
قربه اللصيق بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، هي قالت أن فرصة أن وصول الرئيس إلى الرئاسة في إيران حاليا يعزز من فرصه كي يصبح خلفا لخامنئي في رئاسة الجمهورية. استندت في ذلك إلى أنه ربما هو الرئيس الأول منذ بين 4 رؤساء سبقوه الذي يذكر خامنئي بلقب الإمام. هذا اللفظ غاب عن الرؤساء السابقين سواء كانوا يمينيين أو حتى من الإصلاحيين، لكنه حضر لدى رئيسي، وهذا ما تعتبر الصحيفة إشارة جديدة إلى رغبة الرئيس الإيراني الجديد بمواصلة التشدد. ربما تحدثت عن تناقض آخر أيضا، هي قالت أن رئيسي تحدث عن العودة للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، رغم أن هذه المفاوضات أصلا توقفت في 20 تموز، هو اليوم الذي تم انتخاب فيه رئيسي لرئاسة إيران قبل أن يباشر صلاحياته الحالية. طبعا سردت الكثير من المعطيات التي قدمها فيما يتعلق بموضوع الحالة الداخلية داخل إيران، موضوع الرفاه الاقتصادي، رفع سعر قيمة العملة الإيرانية في مقابل الدولار، محاربة الفساد وغيرها، لكنها اعتبرت أن السياسة الخارجية ستكون الدلائل والمحك الأساسي الذي يمكن من خلاله محاكمة سلوك الرئيس الإيراني في الفترات السابقة. وممكن يكون وصف رئيسي لخامنئي بالإمام هو خطوة استباقية، خاصة لو رجعنا إلى انتقادات وجهها خامنئي لروحاني، فأراد ممكن رئيسي أن يتجاوز هذه العقبة ويحصل نفسه على كل في قدم الأيام. اللواء اللبنانية، مؤتمر المانحين يتعهد ب 370 مليون دولار للشعب اللبناني. يعني هذا التعهد جاء باليد اليمنى مع إدانات كثيرة ربما باللسان صدرت عن وتهديدات نعم عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان هو الذي دعا لهذا المؤتمر مع الأمم المتحدة، المؤتمر عبر تقنية الفيديو. ماكرون تعهد بأن تصل هذه الأموال بشكل أساسي لدعم البنية المدنية الحياتية للناس، قال أنها ستصل للتلاميذ وطلبة المدارس وللبنية التعليمية، و شن هجوما لاذعا على الطبقة السياسية، قال أنها مسؤولة عما وصل إليه لبنان من انحدار في المستوى المعيشي. ركز بشكل كبير جدا على موضوع التأخر نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قبل عام من الآن، قال أن هناك حالة فساد كبيرة في لبنان أدت إلى انهيار الاقتصاد ولم يتدخل أحد لإنقاذها. أيضا حمل الطبقة السياسية المسؤولية عن الفشل حتى الآن في تشكيل أو تأليف الحكومة الجديدة. إلى جانب ماكرون أيضا تحدث الرئيس الأمريكي أو تحدثت الخارجية الأمريكية وقدم دعم بقيمة 100 مليون دولار هي خارج 370 مليون التي تعهد بها المانحون، وقال أن هذا الدعم أيضا سيصل إلى الجهات التي تعمل في مجال الحياة المدنية في لبنان. السعودية أيضا كان لها موقف مشابه، تحدثت عن فكرة أن تأخير تأليف الحكومة يلقي باللائمة على حزب الله بشكل أساسي، قالت أنه يضع العصي في دواليب هذا التأليف، وأيضا طالبت بالإسراع في الوصول إلى نتائج في موضوع التحقيقات تجاه موضوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام. قبل أن نذهب إلى معاريف وهذا السفير الإسرائيلي الذي يتهم الحكومة بالعجز في الدعاية ضد الفلسطينيين، نذهب وقفة مع مع الأخبار المنوعة. في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ: مفاجأة لأمريكية كانت تتبرع بالدم لمواجهة إخلائها من منزلها. ميسي يرحل عن برشلونة بسبب عقبات اقتصادية. تحديث لواتساب يتيح مشاهدة الصورة والفيديو لمرة واحدة فقط. فوجئت سيدة أمريكية خلال لقاء معها لعرض قصة تبرعها بالدم للحصول على مكافأة مالية من أجل دفع أجرة منزلها المهددة بالإخلاء منه بمفاجأة على الهواء. وكانت داشاكيلي تتحدث بحضور أطفالها عن معاناتها مع الفقر وكيف أنها تتبرع بالدم لمواجهة إخلائها من المنزل، لكن مذيعة شبكة CNN أبلغتها بأن حسابا للتبرعات عبر موقع GoFundMe وصل إلى أكثر من 80,000 دولار، لكن المفاجأة كانت في اللحظات الأخيرة للقاء حين أبلغتها بأن الرقم ارتفع إلى 97,000 دولار، ما دفعها للبكاء. أعلن نادي برشلونة الإسباني عن رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بسبب عقبات وصفها بالاقتصادية. وقال النادي في بيان إن ميسي سيغادر النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد. وبهذا تنتهي رحلة ميسي رفقة برشلونة التي دامت 21 عاما، قاد خلالها النجم الأرجنتيني النادي إلى تحقيق عديد الإنجازات التاريخية. ويبدو أن الوجهة الأقرب للأرجنتيني هو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي،
كما يعتبر مانشستر سيتي الإنجليزي أحد أبرز الأندية المهتمة بخدمات ميسي. أعلن تطبيق واتساب عن إضافة خاصية جديدة تختفي بموجبها الصورة أو الفيديو بعد مشاهدتها لمرة واحدة، حيث تتيح الخاصية محو الصورة بعد فتحها للمرة الأولى من دون حفظها على الهاتف. ونقل تقرير لبي بي سي عن واتساب تأكيدها أن الخاصية تهدف لمساعدة المستخدمين على التحكم بخصوصيتهم بشكل أكبر. وأشارت تقارير سابقة إلى أن هذه الميزة تتفعل في اللحظة التي تفتح فيها الصورة على جهاز المرسل إليه، حيث تختفي بعد ذلك بطريقة ذاتية وتدمر نفسها بمجرد إغلاقها وكذلك مقطع الفيديو. ونذهب إلى معارف الإسرائيلية. سفير إسرائيلي يتهم حكومته بالعجز في الدعاية ضد الفلسطينيين. الاتهام موجه بشكل مباشر إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي قال أن الحملات الأيديولوجية الموجهة ضد إسرائيل في العالم الغربي تحديدا وفي الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا سببها الضعف في أداء العلاقات العامة من قبل حكومات نتنياهو المتعاقبة على حكم دولة إسرائيل. بالتالي زلمان شوفال السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن قال أن هناك تغير حقيقي في إدارة العلاقات العامة وإدارة السمعة من قبل الممثلين لدولة الاحتلال خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. هو يقول أن هذا الكلام قد يكون صحيحا فيما يتعلق بضعف أداء حكومة بن يمين نتنياهو، لكنه سبب ساذج كي تعلق عليه إسرائيل فشلها في التعاطي مع الذين يروجون دعايات مضادة لها. هو يستشهد على ذلك بقضية بن أنجيري التي أعلنت مقاطعة كاملة لدولة الاحتلال، ويقول أن هناك تيار متنامي أصلا حتى داخل اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وداخل بشكل أكبر داخل الحزب الديمقراطي. لم يقم أحد من صناع قرار في دولة الاحتلال بأخذه على محمل الجد والتعامل معه بمسؤولية، رغم أنهم يرون ذلك ويدركينه. هو يشبه لابيد الآن أو يجري مقارنة بين لابيد الآن ووزراء الخارجية الذين تعاقبوا في دولة الاحتلال، وخاصة يتحدث عن وزراء كبار من أمثال شمعون بيرس. يقول هؤلاء أن أولئك السابقين كانوا أو مشيديان كانوا يتعاطون مع العلاقة مع السمعة لدولة الاحتلال وإدارة العلاقات العامة باعتبارها جزء أساسي من سياسات الدولة أو السياسات التي تنظمها الحكومة، بينما في الحكومة الأخيرة هذا التعاطي غير موجود. هم يتعاطون مع الحملات الإعلامية التي تستهدف دولة الاحتلال بشكل منفرد أو بشكل سطحي بسيط، وبالتالي هذا أدى إلى إخفاق إسرائيل في توضيح صورتها تجاه كثير من القضايا. حتى أنه يربط أن في السابق كانت الحملات التي تستهدف إسرائيل تركز على ممارسات محددة، الآن الاتهام هو لإسرائيل بحد ذاتها. كل دولة الاحتلال هي في قفص الاتهام، خاصة نسترجع أن هناك منظمات دولية كبرى قد اتهمتها بممارسة العنصرية والاضطهاد بحق الفلسطينيين، ويقول أن إسرائيل عجزت عن الدفاع عن نفسها أمام هذه الاتهامات. هو ليس منظمات كبرى، كل المنظمات الحقوقية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وجهت هذه اتهامات بتقارير منذ عشرات السنين، ولكن يعني لا بواكي لدماء وضحايا الفلسطينيين. أشكرك أستاذ خليل المبروك زميلنا صحفي رفقتنا في تعليق الأخبار العربية والعبرية. نذهب في جولة مع آخر أخبار جائحة كورونا في العالم. عافانا وعافاكم الله. إطلاق نسخة من باربي تشبه مطورة لقاح أسترازينيكا. أطلقت شركة ماتيل المالكة لدمية باربي نسخة من اللعبة الشهيرة تكريما للعالمة البريطانية سارة كاترين، التي شاركت بتطوير لقاح أوكسفورد أسترازينيكا ضد فيروس كورونا. وقالت أستاذة علم اللقاحات في جامعة أوكسفورد سارة جيلبرت إنها وجدت هذه المبادرة غريبة جدا في بادئ الأمر، لكنها قالت في بيان صادر عن الشركة إنها تأمل في أن تلهم الجيل المقبل من الفتيات الصغيرات للعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الصحة العالمية تحث الدول الغنية على تأجيل الجرعات الثالثة. دعت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية إلى تعليق تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك حتى نهاية أيلول سبتمبر على الأقل. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدوروس أدهانوم إن تعليق إعطاء الجرعات الثالثة سيوفر جرعات يمكنها تلقيح 10% على الأقل من السكان في كل بلد حول العالم. وأعلنت عدة دول عن خطط لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لفئات حصلت بالفعل على جرعتين.
إلى المواقع الإخبارية الإلكترونية نختتم بها جولة صحافة مع الجزيرة نت. بداية صورة تعبر عن الموقف الغريب الآن في تونس، الرئيس قيس سعيد، رئيس البرلمان وزعيم حركة نهضة راشد الغنوشي. تونس قيس سعيد يقيل 30 مسؤولا في 10 أيام. أين المشيشي؟ حملة تلهم منصات التواصل الاجتماعي في تونس. على كل ظهر المشيشي وهو يقدم براءة ذمة مالية أمام لجنة مقاومة الفساد. إذن تونس سعيد يرفض الحوار إلا مع الصادقين، وسبع منظمات نقابية تطالب بخطة واضحة للمرحلة المقبلة. في تعليق على ذلك، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد دعوات للحوار مع خصومه، في حين قال مستشاره إنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن رئاسة الحكومة، بينما طالبت سبع منظمات نقابية تونسية سعيد بخطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة. هو لم يرفض الحوار مع خصومه، ولكن طالب بأن يكون هذا الحوار مع الصادقين كما قال. إذن دعوة حركة النهضة للحوار خيار وحيد أم خطوة للصلح؟ كذلك نقرأ لو زملاء يساعدوننا قليلا في تصفح بقية ما موجود في الجزيرة نات. نقرأ كذلك في الجزيرة نات: الحكومة تعمل على بناء جيش منظم، خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا، ومقترحات أممية بشأن الانتخابات. هكذا تحدث عبد الحميد دبيبة رئيس السلطة الوطنية التنفيذية في ليبيا. وكالعادة في موقع جزيرة نت مقالات سياسية وعامة مختلفة ومن كل أنحاء العالم. نذهب إلى الخليج الجديد في ترجمة: وبايدن أمام اختبار مصري حاسم لإثبات جديته في الدفاع عن الديمقراطية في علاقة بالنظام المصري. تونس النهضة تبدي تفاهمها للغضب الشعبي وتدعو لحوار وطني. ونقرأ كذلك في الخليج الجديد: في ذكرى انفجار بيروت، هكذا دفنت السياسة أحلام العدالة. وفي الخليج الجديد نطالع: وسط تحشيد دولي ضد إيران، رئيسي يستقبل وزير خارجية عمان. وكذلك هناك جملة مقالات حول الشأن الفلسطيني: كورونا يكشف حدة التنافس بين أبوظبي وباقي الإمارات. نذهب بسرعة إلى موقع عربي 21. سعيد: لا عودة للوراء وتوقعات بتمديد القرارات الاستثنائية، يعني مدة تجميد البرلمان، وهذا تحديدا ما هو المقصود بالتمديد. شورى النهضة: القرارات الرئاسية انقلاب على الدستور، على عكس تصريحات رئيس النهضة يرى فيها إجراءات استثنائية. ديفيد هيرست الصحفي البريطاني: لهذه الأسباب يمكن أن تكون أيام انقلاب تونس معدودة. وجهة نظر لديفيد هيرست. رئيسي: الرئيس الجديد في إيران يتولى رسميا رئاسة إيران ويتحدث أمام البرلمان. ومعاناة جديدة للمعتقلين بسجون مصر مع اشتداد حرارة الصيف، هذه المأساة الصامتة في مصر. مقترح لرفع سعر الخبز بمصر 300% والسلطات تبرر. استمرار مكافحة الحرائق حول العالم وحملات لإجلاء السكان: تركيا، إيطاليا، إسبانيا وعدة دول. ثلث سكان العالم تلقوا لقاح كورونا، وأربعة ملايين وفاة بالفيروس. والخبر الصادم لعشاق كرة القدم والمربك أيضا: ميسي يرحل عن برشلونة بسبب عقبات اقتصادية. نذهب ونختتم هذه الجولة مع المواقع الإلكترونية بي بي سي عربي. الرئيس الجديد في إيران: واشنطن تحط الرئيس الإيراني الجديد على استئناف المحادثات النووية. الولايات المتحدة تحث الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على العودة للمحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تاريخي بشأن برنامج طهران النووي. هل أثمرت سياسة النفس الطويلة الإيرانية بخروج الأمريكيين من العراق؟ إبراهيم رئيسي من هو وكيف وصل إلى منصب الرئيس في إيران؟ إلى أين تقود سياسة عض الأصابع بين إيران والولايات المتحدة؟ ونقرأ كذلك: متمردو تيغراي يستولون على بلدة لاليبيلا التاريخية الأثيوبية، ميسي يغادر صفوف برشلونة نهاية حقبة، أو ممكن تكون نهاية رجل شجاع. مرض شقيقات النادر الذي ألهمني كتابة رواية، هكذا تتحدث روائية عن تجربتها الإنسانية. العداء الأسترالي السوداني الأصل الذي رفع الروح المعنوية لمواطنيه، التقرير يجيب عن ذلك. مع العداء السوداني والألعاب الأولمبية في طوكيو نأتي لنهاية جولة الصحافة لهذا اليوم. في أمان الله.